Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu dem heutigen Video. 4 Sachen, die für die Einbürgerungskandidat oder Kandidaten sehr, sehr wichtig sind. Möchtet ihr diese Sachen wissen, dann schaut ihr das Video bis zum Ende an. السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من قناة ماكسيموس تيوب. اليوم راح نتابع السلسلة بالحلقة الثالثة من السلسلة اللي ابتدأنا فيها. اليوم راح نتعرف على 4 أشياء مهمة جدا لكل شخص يفكر أن يصبح ألمانيا. لتعرفوا هالأشياء تابعونا بالفيديو. أهلا وسهلا فيكم من جديد. بنبدأ اليوم ب4 صفات أو منتابع ب4 صفات يتحلى بها الألمان. بالمثال الأول في عنا 3 قواعد بيلتزم فيها كل ألماني. القاعدة الأولى rechts stehen links gehen، وهذا المثال يعني اللي على اليمين يقف واللي على اليسار يمشي. وهذا المثال معروف لما مثلا أي حدا راح على الجامعة أو كذا بالمصاعد الكهربائية، شخص يقف على الطرف اليميني مثلا والأشخاص اللي حابين يطلعوا بسرعة بيطلعوا من على اليسار. القاعدة الثانية اللي هي zwischen 13 und 15 Uhr kein Glas in den Container werfen، يعني ما بين الساعة 1 والخامسة والواحدة ظهرا والثالثة ظهرا يجب عدم رمي الزجاج في حاوية الزجاج، وهذا الشيء طبعا مشان عدم تسبيب الضجة. يعني لهذا الدرجة بحبوا هن عنه الميتاجس، هو اسمه راحة وقت القيلولة. يعني الجملة الثالثة غازن نشت بتخيتن، كل ألماني طبعا ما بيحب اطلاقا انه يدعس على العشب الاخضر اللي بيكون مزين مثلا بالحدائق او بالاماكن العامه. الصفه الثانيه عند الالمان وهي التزام الهدوء بعد الساعه 10 مساء. طبعا الالمان ما بيحبوا الضجه اطلاقا بعد الساعه 10، وعلى هذا الشيء يخالف ايضا بعض الناس اذا اصدروا ضجه. فالجمله هي mit Nachtsruhe beginnt 22 Uhr. هاي يعني إذا كنت ألماني طبعا لازم تتقيد بهذا القانون بشكل كتير كبير. المثال الثالث هو إنه بخص النفايات عند الألمان، فرز النفايات وهاي الأمور إلا عند الألمان قيمة كتير كبيرة. إذا كنت ألماني لازم تتقيد بهذا التفصيل. Müll hat in Deutschland einfach einen ganz besonderen Stellenwert. حتى لو بدك ترمي الزجاج انت فبدك تنتبه على الموضوع، حدا يستوقفك aber das gehört nicht dazu. Das müssen Sie in den Grünglascontainer werfen. الى اخره. اما جملتنا الرابعة والاخيرة لهذا اليوم وهي اذا كان في شيء طبعا له قيمة عند الالمان فهو النظام. الألمان نظاميين بشكل كتير كبير. Denn wenn eines wichtig ist in Deutschland, dann ist es Ordnung. وهذا الشيء طبعا نحن نلتمسه كتير بالحياة العامية. الألمان كتير نظاميين بموضوع مثلا بالدور، ما حدا بيجي بدور حدا تاني، بنظام كب النفايات، بكل هاي الأمور. فهي الصفات الجيدة جدا أنا بعتبرها عند الشعب الألماني، وأغلب الألمان بيعطوها للجملة لهذا التعبير وهي Ordnung muss sein، يعني النظام يجب أن يكون ويتبع. وهيك بيكون خلص الفيديو لليوم. بتمنى الفيديو يكون نال إعجابكم ولا تنسونا من الدعم، وبنلتقي إن شاء الله بحلقات قادمة بإذن الله. سلام. Ja, und das war's für heute. Ich bedanke mich sehr bei euch für die Unterstützung und ich wünsche euch alles Gute und eine gesunde Zeit. Tschüss!